السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء صف السادس الإعدادي، وخلينا نيجي إلى student book كتاب الطالب page 9 صفحة 9. شو بيها؟ بيها إسقاطات. أستاذ دقيقة، الكلمات الإسقاطية هي أرقام. نعم أرقام. زين هاي الأرقام يجيبوها بالامتحان الوزاري. بالإسقاطات على مدى السنين السابقة ماكو إسقاطات أرقام. يعني نتركها لا تقراها. هاي شلون السالفة؟ أنت ساد مو قلت إن هاي ما تجي؟ يعني شلون نقراها؟ أنا أقول لك شلون. بالامتحان الوزاري ما راح يجيبوا لك الكلمة الإسقاطية رقماً، وإنما راح يمخرون الرقم ويخلون مكانها كلمة من نفس السطر. يعني شلون؟ يعني على سبيل المثال هاي الجملة اللي راح تشوفوها قدامكم سووا بالوزاري، وخروا الرقم وأخذوا كلمة illegal سووها كلمة إسقاطية، وهاي اللي جابوها في أحد السنين وتحديدا جابوها في سنة 2019 الدور الثاني. إذا أنت بهاي الحالة إيش راح تسوي؟ راح تركز على الكلمات الأساسية، هاي اللي قدامك مأشر باللون الأحمر، هن ذني اللي احتمال كبير جدا يجيبوهم. زين هاي جابوها وزاري؟ نعم جابوها. مثلا عندك كلمة illegal وعندك كلمة take up، هذين الكلمات اللي جابوهم بالوزاري ما خلوا الأرقام مالتهم. ها جسوا وخروا الأرقام وبعدين خلوا مكانهم كلمة من نفس السطر. عرفت الفكرة شلون؟ ركزونا عليهن، وحاليا اكو اساتذه بالشهريات يستعملوها. على وقت طلابنا الاعزاء، مثل الفيديو السابق، اذا عجبك هذا الفيديو يا ريت تسوي له مشاركه، دوس عليه لايك، سوي له مشاركه بجماعتك، نشره بجماعتك حتى يستفادون، لا تنسى السبسكرايب. شكرا جزيلا.